هو بابا وندمته ازاي؟ حادثة عربية، ما انت عارف. في عربية مين فيهم؟ بعربيتها. كانوا رايحين على فين؟ في ايه يا ادهم؟ معرفش، ما يعني ربنا افتكرهم قبل ما نعرف. بلاش السيرة دي لو سمحت. هو ايه اللي ركب بابا مع ندى في عربية واحدة؟ في ايه يا ادهم؟ طب ليه بتسأل كل الأسئلة دي؟ حبيبي لو بابا هفف عليك اقرا له فاتحة، لو حبة نزوره مفيش مانع نروح نزوره. ازيك يا عمتي؟ خضتني يا ادهم. مالك؟ زعلان مع ستك ولا ايه؟ هو بابا وندى ماتوا ازاي؟ ما انت عارف يا ادهم. حاسس عربية. بالظبط. عربية مين فيهم؟
مش عارف. عربية خالتك بيه. والعربية راحت فين؟ راحت في الحادثة. كانوا راكبين ليه مع بعض؟ رايحين فين؟ كانوا رايحين مشوار يا ابني. وبعدين الموضوع ده بقاله قد ايه يعني؟ واحد بيحاول ينسى. بس مش غريبة ان هما الاتنين يموتوا في نفس اللحظة؟ ربنا بقى يا حبيبي. قدر. روح افتح الباب ده البقال، ايه؟ الفلوس عندك على الترابيزة بره. روح. مساء الفل. ازيك يا حمود؟ اتفضل. تسلم. بقول لك ايه؟ العيال بتاع كفر هرمس اللي لعبناهم الاسبوع اللي فات عايزين يلعبوا النهارده، ايه رايك؟ لا مش هقدر. ليه في ايه؟ مفيش بقى، متضايق شويه. ماشي براحتك. السلام عليكم. الو، ازاي حضرتك يا انكل؟ ازيك يا ادم، عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. معلش كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس. خير يا حبيبي، اتفضل. هو بابا وانت بتنادى عمته ازاي؟ ماتوا في حادثه عربيه. خير؟ ايه اللي فكرك بالحكايه دي دلوقتي؟ كانوا في عربيه مين فيهم؟ ورايحين على فين؟ كانوا رايحين مشوار مش عارف فين. والايه؟ كانوا في عربيه طنط ندى. خير، بتسال ليه؟ طب هي عربية طنط ندى حصل فيها ايه؟ وديتها التوكيل، لقيتها هتتكلف اكتر من ثمنها، بعتها. ايه اللي حصل؟ في ايه يا ادم بتسال لي كده؟ لا ابدا. طب انت كويس؟ اه الحمد لله. سوري لو ازعجت حضرتك. مع السلامة. الو، اهلا. ازيك يا ادم؟ ازيك يا حبيبي؟ انا كويس. خالته؟ خالته. طالما في خالته يبقى في حاجه. في ايه؟ لا مفيش، كان عندي بس كذا سؤال كده. سؤال عن ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ قول. هو بابا ندى ماتوا ازاي؟ وكانوا رايحين فين؟ في عربيه مين؟ وليه اصلا كانوا مع بعض؟ هو ايه اللي حصل علشان تسالني السؤال ده دلوقتي؟ في حاجة حصلت؟ عايز بس أعرف إجابات الأسئلة دي. قولي الأول أنت حاسس بإيه علشان أعرف أرد عليك، إيه اللي حصل؟ مش حاسس غير إنهم كلهم مستعيليني، ومحدش بيعاملني كأني راجل. هو مين اللي مستعيلينك؟ كلهم. تيتا سيام، وعمته علا، وأنكل سليم. محدش فيهم بيعاملني كراجل، وكلهم مخبين عليا حاجة أنا مش عارفها. وأنا عايز أعرفها. أولاً أنت راجل وسيد الرجالة كمان. ثانياً محدش بيكذب عليك ولا بيخبي عليك حاجة. هو كل الموضوع إن في شوية تفاصيل كده في الحادثة هم نفسهم ما يعرفوهاش، فمش قادرين يجاوبوا عليك. بس هاتي الموضوع كله. بقول لك إيه يا آدم؟ أنت اقفل التليفون دلوقتي، أنا عندي شوية شغل. هرجع أكلمك على بالليل، أوكي؟ نهال انت فين؟ غرقانه في الشغل يا سهام، انت عارفه ان انا في بيروت. بقول لك ايه؟ ايه؟ ادم كلمني وكان بيسال على ابوه وخالته ماتوا ازاي؟ كانوا في عربيه ايه؟ رايحين فين؟ جايين منين؟ كده يعني. تصدقيني هو سالني نفس الاسئله بالظبط. انا خايفه لا يكون عارف حاجه. هيعرف منين؟ هيعرف منين؟ ما اعرفش، انت اللي تعرفي. هو كلمني وبصراحة كان صعبان عليا جدا، مهموم، وأول مرة بيسألني الأسئلة دي. هو
هو حاسس ان في حاجه غلط في القصه بتاعت حادثه ابوه، يعني مش مطمنه. معرفش يا نهال، احنا لا بنروح ولا بنيجي، ده حتى سليم بقاله فتره طويله قوي ما جاش، ومن يومين رحنا المستشفى الملك. معقوله تكون قالت له حاجه؟ وارد. انت سبتيهم مع بعض كتير يعني؟ لا يعني ما كملوش نص ساعه مع بعض، كان عندي شويه ورق بخلصهم. طيب ملك اخبارها ايه؟ عامله ايه دلوقتي؟ والله ما عارفه لها يا نهال، ساعات احس انها كويسه وساعات احس ان هي ما تقدمتش ولا خطوه في العلاج. سهام انت لازم تاخدي بالك من ادم، ولازم تكوني مستعده لليوم اللي يعرف فيه الحقيقه. نهال انت ممكن تيجي؟ اتفضلي. بنتي بترجع لورا، انا شفتها بعيني، حالتها بتتدهور. وده شيء طبيعي مدام سهام، رحله العلاج مش سهله، يعني فيها ابس اند داونز. وهتفضل كده على طول؟ ما هو العلاج مش بس دواء، لا، في عوامل محيطه بالمريض بتاثر على درجه تقبل جسمه للدواء. وبصراحه بقى الجو المحيط بملك ما بيخليهاش تستفيد الاستفاده الكامله من الدواء. يعني ايه جو محيط؟ هو في جو محيط احسن من اللي هنا؟ اهتمام ورعاية ونظافة. دي المستشفى بتاعتكو، يعني انتوا اللي بتتحكموا في الجو ده. دي شهادة نعتز بيها عن المستشفى بصفة عامة، بس مش ده المقصود. المقصود بالجو المحيط بيها هو أقرب الناس ليها، انتوا. بصراحة أنا دايما بلاحظ بعد زيارتكم الملك إن حالتها النفسية بتتأثر بالسلب. يعني احنا اللي زيارتنا بتضرها؟ يعني مش بشكل مباشر، يعني بصراحة احنا عايزين نساعد ملك ان هي تنسى، لكن زيارتكم ليها بتخليها تفتكر تاني، وده مش مفيد. ايوه، طب والحل ايه من وجهة نظر حضرتك؟ الوقت. الوقت دواء لحاجات كتير، بس للأسف احنا دايما مستعجلين. انا شايف ان انتوا تقللوا زيارتكم لملك شوية عشان تقدر تقاوم حاجة واحدة بس، مش حاجتين؟ حادثة بشعة أوي للأسف، وخلت أنا ده كان معاه.
انا اسفه يا علا، مش يعني ما عرفتش اعزيكي ولا اقول لك ايه، كنت متلخبطه. لا يا حبيبتي ولا يهمك ولا يهمك خالص، انا فاهمه والله. ربنا يبعد عنك وعن ولادك كل شر. بقى انا واخداك من جدتك عشان احميك، او انا من ضياعك. تحميني من ايه يا عمتي؟ في عربيه مين فيهم؟ عربيتها. والعربيه راحت فين؟ راحت في الحادثه. وديتها التوكيل، لقيتها هتتكلف اكتر من ثمنها، بعتها. لو ما كانوش حلمي ما كانوش ماتوا. بتعمل ايه علي كل ده؟ طب اخلص. ماشي اقفل اقفل دلوقتي. يا ماما اهدي. طيب يعني ممكن يكون ادم كان قال لك حاجه قبل ما ينزل الصبح وانتي نسيتي. ايه ما عملش. وبعدين انا هقوله ما يروحش المدرسه مثلا. يا ماما انا بفكر بصوت عالي يعني. شوفي على الواتساب ممكن يكون كان بعت لك حاجه. واتساب ايه بس؟ ده ما راح مدرسه ولا حد من صحابه شافه ولا اخوك يعرف حاجه عنه. طيب شفتي اخر بوست نزله على الفيسبوك؟ الواد ده اتخطف. اتخطف. يا نهار اسود يا نهار اسود، هيكون جرى له حاجه. يا حبيبي يا كريم. كريم في ايه؟ شفتش ادم؟ لا ما جاش النهارده. نزل من الصبح وما رجعش لحد دلوقتي. ما هتلاقيه عند حد من صحابه. انا جاي بسألك. انا قلت لك ما جاش. طيب ماشي هروح انا ادور عليه. طب اجي ادور معاك؟ لا لا خليك انت، انا هروح اشوفه فين. طب لو وصلت لحاجه قول لي. فين؟ طيب ماشي يلا سلام. ربنا يستر ربنا يستر. عملت ايه؟ دورت في كل حته ما لقيتوش. كده الواد راح. اهدي يا ماما اهدي عشان نعرف نفكر. طب كلمتوا طنط رضوى او شهد؟ ممكن يكون راح لهم. وفريدي بقى كلمناهم ما كانش هناك، مش هيكلموا ست ويقولوا لها؟ عايزاها تعرف ان الولد اتخطف من عندي؟ ماما هي المشكله كلها من عندك ولا من عندها؟ ممكن يا ماما يكون راح لطنط سهام اصلا. انا مش هكلمها. خلاص يا ماما انا هكلمها. الو الو طنط سهام، انا علي، علي ابن عمه ادم. اهلا 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 بيك يا حبيبي. انا اسف اني بتصل بحضرتك في الوقت ده. لا حصل خير يا حبيبي، في حاجه؟ هو حضرتك لوحدك؟ ايوه لوحدي. هو في ايه؟ لا مفيش، انا بطمن بس على حضرتك. افندم ادم بيطمن على حضرتك. طيب يا حبيبي اديهولي. هو حضرتك في ايه؟ هو ادم في حاجه؟ هو بس ما رجعش البيت، فقلت اكلم حضرتك يمكن يكون جالك. لا حبيبي ما جاليش ولا كلمني. هو في ايه؟ هو ما رجعش من المدرسه لغايه دلوقتي؟ يكون راح مثلا من المدرسه على حد من اصحابه؟ هو ما راحش المدرسه النهارده اساسا. ايه؟ يعني ايه ما راحش المدرسه اصلا؟ احنا بندور عليه وان شاء الله هنلاقيه. بتدوروا عليه فين؟ ادم راح فين؟ جربتوا تتصلوا بيه؟ بنتصل بيه تليفونه مقفول. طب اقفل 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 اقفل، انا هرجع اكلمك تاني. لا يا جماعه كده اكيد في حاجه كبيره حصل. والله العظيم ما حصل حاجه، اكيد عمل حادثه. شيخه بعيد الشر، ما لو حاجه زي كده حصلت اكيد حد هيبلغنا يعني. اكيد، خصوصا معاه كارنيه المدرسه. مش ممكن يكون اتقبض عليه؟ آدم؟ لا طبعا. هيقبضوا على واحد في سنه ليه بس يا بنتي؟ يمكن ما عجبهمش لبسه. ايه الكلام ده؟ يا جماعة آدم طول عمره في حاله يعني، هيقبضوا عليه ليه بس؟ صح. أنا حاسة كده إنه اتخطف. اتخطف إيه يا طنط؟ وعنده سنتين. أكبر من كده وبيتخطفوا. ما سمعتوش عن سرقة الأعضاء؟
ما تقوليش كده بقى بعد الشر. يا جماعة هو لازم يكون يعني اتخطف؟ ممكن يكون اختفى بمزاجه، قاصد يختفي. اتخانق مع حد فيكم؟ والله العظيم ما حصل. بس في حاجة حصلت مش عارفة إذا كان ليها علاقة باللي بيحصل دلوقتي ولا لأ. حاجة زي إيه؟ سألني على الحادثة. أنا كده فهمت. وسألك أنت كمان؟ سألني وما عرفتش أرد عليه. كلمني هال وبرضه سألها. قومي أنا هخش أوضتك. اشمعنى بقى؟ اسمعي الكلام وخشي أوضتك بقى. تفتكري عارف حاجة؟ هو سألني أنا كمان عن الحادثة. كده يبقى آدم عرف الحقيقة غالبا. آدم هرب. لا مش ممكن، آدم ما ينفعش يهرب من بيتي. يا جماعة مش المشكلة دلوقتي هو هرب من بيت مين، المشكلة إن هو عرف الحقيقة وهرب. يبقى لازم نبلغ البوليس يا سليم. لازم يعدي 24 ساعة على اختفائه عشان نعرف نبلغ. يعني كده هنضطر نستنى للصبح. ازيك يا عموت؟ معلش اتأخرت عليك قبل ما قفلنا المحل. خير؟ صوتك في التليفون كان مش ولا بد. ممكن ابات عندك؟ ابات عندي؟ ليه؟ حصل ايه؟ معلش والله يا حموده بس يعني مش قادر اجاوب على اي اسئله. تمام الصوت نور بس يعني في مشكله ولا ايه؟ لا خالص، انت لو عندك مشكله البيت مش قادر معانا. يا عم اي حاجه احسن من الشارع. لا معلش والله ما كانش قصدي يعني بس يعني بس انا في الشارع من الساعه 7 الصبح واول مره ابقى لوحدي كده. اسف علي يا عم، انت غلطت في البخاري. هي اربع حيطان حتى لو مايلين احسن من عدي الشارع. ممكن بقى نمشي عشان تعبان قوي. يلا. اه بقول لك ايه؟ عايزين نجيب سندوتشات قبل ما نروح. عيب يا عم، انت ضيف. لا ما انا لو ضيف مش هاجي. يا عم بلاش ضيف، انت صاحب بيت. طب احنا كام واحد؟ انا وانت واخواتي الاثنين. اربعه سجق كبير واربعه كبده كبير. حاضر. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا حمود، افتح لك حاجه ساعه شاب. لا يا حبيبي، اخبار المكنه معاك ايه؟ المكنه شغاله اكسبريس. تسلم ايدك يا باشمهندس. حبيبي المكنه البسطينه بتاعته كانت بايظه فصلحتها له، نسيت ابقى باشمهندس. شكرا، اتفضل. انت بيتك في ايه؟ في العمارة دي في السطح فوق. تعال تعال. ده بيتك؟ اه في السطح. اتفضل يا ادم، في هنا غير العيالين دول؟ يوسف، يوسف، عبد الله، يلا قوم يا عبد الله. اكيد جعانين. ها؟ اه جعانين. ازيكم؟ انا ادم. اتفضل. اه ده ادم. ماما باباك ومامتك فين؟ ابويا طفش، سابنا وطفش من زمان. طفش يعني راح فين؟ معرفش يصرف علينا ومطفش. هو كان شغال ايه؟ كان مرزوقي. ايه؟ مرزوقي على الباب الله يعني. اي حد يطلبه في مصلحه يروح معاه. بنا، سباكه، حاره، عدد، اي حاجه تجيب قرشين. بينه وبينك كان صاحب مزاج وكيف بيزن. ومامتك؟ امي وقفت له عشان ما طلعناش من المدرسه. كنت عايزاني اتعلم واخد شهاده، غلبانه. وانت سبت مدرستك ليه؟ لما ابويا طفش امي فتحت كشك، جابت رجل حاسها بالقسط.
ما فيش تدفع الاقساط، خدت 3 سنين سجن. ايه؟ امال انتوا تعيشوا ازاي؟ ما مالهم؟ وهي لسه في السجن؟ فاضلها سنة تخرج. وانت بقى اللي بتصرف عليهم؟ على قد ما اقدر، وبرضه امي بتساعدني من جوه السجن. من جوه السجن ازاي؟ بتشتغل في مشغل تطريز، الفلوس اللي بتيجي بتديها لي، هي بتسند. الحمد لله ان عبد الله ويوسف لسه بيتعلموا. انت فاكر لو هما ما اتلطوش في اللي احنا فيه؟ الاثنين بيشتغلوا في الصيف. بس الولاد صغيرين قوي. صغيرين ولا كبار؟ لو ما اشتغلوش مش هيلاقوا اللي يصرف على تعليمهم. هو مصاريف تعليمهم غالية؟ وعلى 65 جنيه تتدبر. في الشهر؟ في مصاريف في الشهر، في السنة. المشكلة بقى في لوازم المدرسة. يجي كراريس، يجي كتب، يجي شنطة. انت عارف دلوقتي الكوتشي بقى بكام؟ كل ده هم، وهم الدروس حاجة تانية. كل واحد في الشهر 100 جنيه. طب ما يذاكروا نفسه؟ ذاكروا ما ذاكروش. 100 جنيه لازم تدفع عشان ينجحوهم. يعني ايه عشان ينجحوهم؟ مش دي تمن الدروس؟ الدروس دي منظر، تعتبر إتاوة كده عشان يعدوهم السنة. حتى لو هيسقطوا؟ حتى لو مش بيعرفوا يفكوا الخط. طب بيتعلموا ليه أصلا؟ عشان اللي معاه الشهادة مرتبه أعلى من اللي معاه الشهادة. أنت فاكر مدرسنا بتعلم زي مدرسكم؟ كل يا عم كل كل. مش هتقول لي بقى في ايه بالظبط؟ طلع عمتك دلوقتي قلب عليك الدنيا. قفشت عليك جامد صح؟ على فكره حتى لو قفشت عليك اتكلم معاها، مش تسيب البيت. وبعدين هي اكيد عملت كده عشان خايفه عليك. انت مش فاهم حاجه يا حموده. طب ما تفهمني بدل ما انا عمال اتكلم لوحدي كده. يمكن اشوفك بحاجه تنفعك. مش احنا صحاب برضو؟ الدنيا بردت هنا، انا هقوم انام. هنفضل قاعدين كده؟ طب عايزين نعمل ايه؟ ما اعرفش بس لازم نعمل اي حاجه. طب يا جماعه ما يمكن يكون راح لملك المستشفى. طبعا لا. تفتكروا؟ لا بس لو كان عمل كده اكيد حد من الدكاتره كان كلمنا ولا ايه؟ هو لسه حاب في مدرسته القديمه؟ اكيد طبعا. تعرفي عنهم اي حاجه؟ محدش يعرف غير ملك. أنا هقوم أصلي الوضع، يا ربنا يرجعهولنا بألف سلامة. خديني معاكي. بحاول افتكر، صدقني بجد بحاول افتكر بس مش عارفه. انا تعبت ونفسي اخرج من هنا. نفسي نلعب مع بعض زي زمان. مش قادر افتكر حاجة. مش قادر. لو افتكرتي هتحكي لي؟ هحكي لك بس افتكر.
مش عارفه افتكر حاجه. ادخل. مش هتسلمي عليا؟ انا ماشي. ممكن تخلي بالك على نفسك يا ملك؟ بتغسل يعني؟ يا عم هات بس. سيبها انا اتصرف. يا عم ما تقوحش بس هات. معلش تعبتك معايا. يا عم مش قلنا اللي احنا اخوات؟ مش تقول لي بقى طفشت ليه؟ خلاص يا عم ما تقولش. قول لي هتعمل ايه ولا انت هتفضل طفشان كده؟ انتوا لحقتوا تزهقوا مني؟ لا خالص، بس عايز اطمن عليك. لو عايز تطمن عليا شوف لي شغل. ايه؟ ايه؟ عايز اشتغل. انت تشتغل؟ ايه المشكلة؟ بالعقل كده، تشتغل ايه؟ معرفش، أي حاجة. بتشتغل ايه من أصلي؟ عادي، عشان أعرف أعيش. ما أنت كنت عايش برنس عند عمتك، إيه اللي رماك المرمطة دي؟ شغل مش مرمطة، ما أنت بتشتغل. أنا مجبور. أنت شايفني برنس يعني؟ أنا عندي اختيار كنت قعدت في المدرسة وكلت الزلط. تعرف انا من سنتين كده قبل ما امي تسجن طفشت وعملت فيها 7 رجالة. شفت الزباله كلها في الشارع وفي الاخر رجعت ورجلي فوق رقبتي. خلصت؟ اه. تساعدني بقى لا شغل ولا لا؟ انا انت بتعرف تعمل ايه؟ ادم خد المناصره وروح لاهلك. مش هرجع. براحتك. ما تشطفهم وهروح اشوف شغل بقى.